اللي قاعدين نواكبوا حفله جميله ياسر في تونيفيزيون ليلى مع رجال تونس مع حضره رجال تونس بحضور الاب توفيق طمين والابن الابن خليل خليل الليله عندنا سهره حلوه كما قلنا لكن رجال تونس الليله حاضرين بجديد والا فما سامبلومون اون ريبريز للقديم حاجه حلوه سبيسيالمون تونيفيزيون. صحة شركتكم راديو ماد نتشرفوا بكم. هي معناها سؤال وجيه حلو برشا بالنسبة للبرنامج معناها حضرة رجال تونس تمتازوا أنه كل سيزون أن نعملوا كما المشروع كل مرة نزيد قطعة اثنين فهمتني بارابور مثلا خدمنا قبل معناها في عروض وفي كذا يقعد هو البرنامج على طيلة 10 سنوات لكن بالنسبة لحضرة رجال تونس خاطر منا وإليه احنا ولاد الميدان ولاد السلمية كل عام نزيد نضيف كل مرة قطعة مرة فما احنا نقولوا كل عشقة اللي تزيد كل عام. كل عشقة مثلا خليل جملة موسيقية حلوة برشا أضافها في مولاي صلي وسلم في البودة أضافها حلوة برشا كيما كنا في الوردة هكا الصغيرة. يقولوا ذاك السبب هذا السبب. بعد 10 سنين تبدا رحلة نتاعك كيف غريب عن والدك؟ والله أول حاجة بديت بها مع الوالد عمري 6 سنين 7 سنين بديت بالغراب عشقي للفن هذايا وحدي وحدي من غير يعني بالرغم عليا ولا بالسيف عليا لا بالعكس حاجه تعديت لي باسيسيون تعديت لي من عند ربي يعني شيخه الصوت موجود الحمد لله هذيك نعمه من عند ربي نحمد ربي ونشكر عليها والغراب تعدى بالجو اللي لقيته في العائله حتى الجو نحن ياسر روحاني ياسر تيني ولقيت الوالد في الجو هذاك الور تعديت لي حاجه من عند ربي. خلينا انتم بعد السهره البدويه والشرقيه تحضر رجال تونس وتحضر الحفله وتحضر المشيط السوقي خاصه في جبال فرسان نعرف التونسي عم يتعلق ياسر بالحكايه ورغم ما تمشي تشرق وتغير ديما يرجع للبلاصه التوانسه ديما يحضر لكم في العديد من المهرجانات معناها والله عدد مثلا نذكر على سبيل المثال معناها وقعت تذكرتنا في اليوم العالمي للموسيقي في الاردنيه في بورقيبه عملنا عرض ما شاء الله عدد الجماهير كبيره التوانسه تمثل في مطعم في باجه في بنزويقه في بازار في العديد مساكن حاجه روعه كنا هذه معناها وبالمناسبه معناها نقول لهم ان شاء الله عيد مبروك كل التونسيين قطع نظر ان شاء الله. سي توفيق وطمين سي تعرفين ديما الولد اللي يتبع هل انت تاثر عليه ولا هو اقوى منك ولا؟ لا شوف لا بالحق لا ولا والله سؤال حلو برشا انا خليل ما نزلتش عليه معناها اللي حل يعني لأنه ملي أنا اللي هو صغير عمره 5 سنين وأربع سنين كي نمشي أنا للسعودية في الليل نخليه يبكي أمي تخرج يحب يمشي معايا وقت اللي كبر معناها وقت اللي قال زاد وقت اللي كبر سمع يعني سمع حاجة صحيحة كي قال حاجة صحيحة معناها لا شعورية بالفطرة معناها قال الفن الصوفي حاجة صحيحة Radio Med. Radio Med, une vague de bonheur.